ظهور وجه زوجة مشيع. مشيع هو يوتيوبر سعودي أنشأ قناته على اليوتيوب قبل 9 سنوات، وقد وصلت قناته لأكثر من 18 مليون مشترك وملايين المشاهدات، وحصل على دروع اليوتيوب الفضي والذهبي والماسي. ومنذ انطلاق العمل في القناة يرفض مشيع ظهور زوجته على اليوتيوب، وذلك لأسباب لها علاقة بالتقاليد والعادات في السعودية. وقد أجاب مشيع على هذا التساؤل في أكثر من مقطع، ففي فيديو ليش ما تورينا زوجتك؟ اسأل مشيع الجزء الأول. أجاب عن السؤال بما يلي: احنا في السعودية لنا تقاليدنا وعاداتنا، صعب انه واحد مثلي يظهر زوجته عشان كل الناس تشوفها. وأجاب مشيع على نفس التساؤل في فيديو نشره أنس وأصالة على قناتهم بعنوان ليش مشيع يخبي زوجته وكم يطلع فلوس في اليوتيوب. أنا عن حياتي راح أرتاح كثير إذا زوجتي طلعت في اليوتيوب، لأن كل ما طلع الكاميرا لازم حاول أتجنبها. ويعتبر مشيع أن الأمر أسهل مع رفض زوجته للظهور حتى لو وافق على ظهورها. وقد أجابت زوجة مشيع على هذا التساؤل في فيديو أخيرا ماما تطلع وتجاوب على أسئلتكم، الذي فسرت فيه سبب عدم ظهورها بعدم رغبتها في ذلك، وأنها تخجل من الظهور أمام المتابعين ولا تحب أن يعرفها الناس على اليوتيوب. وقالت أنها لن تخرج نهائيا على اليوتيوب، ولا تعتقد أنها ستخرج يوما من الأيام. ممكن يجي يوم وتطلعي على اليوتيوب؟ ما أعتقد. وقد حاول السيد محمد مشيع تجنب ظهور زوجته بشكل مطلق في جميع المقاطع التي ينشرها على قناته، وقد نجح بذلك بشكل كبير وحافظ على عدم ظهور زوجته، إلا أن الكمال لله وحده والجهد البشري لا يكتمل، فلا بد من بعض الأخطاء التي لم ينتبه لها مشيع أثناء مونتاج مقاطع القناة. وإذا هي طلعت وبعدين تطلع بالغلط، كل الناس تراسلني هي زوجتك طلعت، لازم عدل الفيديو، غربش وجهها، هي اللي ما تبغى تطلع. فقد ظهرت زوجة مشيع في أكثر من مقطع، وسوف نعرض عليكم هذه المقاطع واحدا تلو الآخر. فنحن لم نقم بتصوير زوجة مشيع، إنما أتينا بهذه المقاطع من قناة محمد مشيع نفسها ومن قنوات اليوتيوبرز الذين قاموا بتصوير مقاطع مشتركة مع عائلة مشيع. الصورة الأولى ظهرت في فيديو رقصة يوسف الخطيرة في المول في الدقيقة الأولى و46 ثانية، حيث أنها كانت تقف خلفه وملابسها كانت باللون الأصفر. ولو عدنا بالفيديو إلى الخلف قليلا في الدقيقة الأولى و8 ثواني، نجد أنها هي من تلبس تلك الملابس. الصورة الثانية ظهرت في فيديو عصينا في مصعد عائلة مشيع، تجربة مرعبة، ومنشور على قناة سيامندو شهد. وقد ظهرت زوجة مشيع بشكل واضح في الدقيقة الأولى و47 ثانية، لكن سيامندو شهد سرعان ما قاموا بحذف المقطع الذي ظهرت فيه زوجة مشيع، إلا أن المتابعين استطاعوا حفظ المقطع. وهذه هي صورتها، وتعتبر هذه الصورة الأكثر الصور وضوحا وقربا لوجه زوجة مشيع. الصورة الثالثة ظهرت في فيديو مفاجأة أطفالي بعد المدرسة بالسفر، ولكن مشيع أيضا قام بحذف المقطع وبقيت الصورة ظاهرة في الصورة المصغرة. الصورة الرابعة ظهر وجهها في فيديو يوم كامل ماما تقول نعم لكل شيء نطلبه في الدقيقة 4 و7 ثواني، وإليكم الصورة. الصورة الخامسة ظهر في فيديو من خلف القضبان ينتشر الفوضى في الدقيقة 4 و56 ثانية. الصورة السادسة في فيديو ممنوع تاكل شوكولاتة حتى أرجع، نجح في الاختبار أو لا، في الدقيقة 3 و12 ثانية. الصورة السابعة هي صورة منشورة على اليوتيوب ولم يتسنى لنا الرجوع لمصدرها، ويذكر أن أم أنس قد ولدت في عام 1988 في بريطانيا وتبلغ من العمر 32 عام، وأنها تزوجت قبل 13 عام، حيث أن تاريخ زواج أم أنس بمحمد مشيع كان في 7 يوليو 2007 ميلادي، وقد أنهت دراستها الجامعية بتخصص الرياضيات وعلوم الكمبيوتر. نتمنى أن يكون المقطع قد أعجبكم، وفي النهاية لا تنسونا في قناة ألوان تيوب من الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد.